الاشياء اللي لها علاقه بالديزاين والاشياء المختلفه لازم صراحه يجي للديزاين ميوزيوم. انا جيت لمعرض مختلف اللي هو متحف التصميم في لندن وقلت اوريكم معي، لان عاده السياح ما يجون لهذه الاماكن، يروحون للبريتش ميوزيوم والاماكن الثانيه، بس ما يجون لهذا المتحف الجميل. وهالمره قلت اجي واجيبكم معي. فأبغى أوريكم معي. الحين أمطار، سبحان الله. إن شاء الله استمتعتوا بهذا الفيديو، أتمنى أنكم تقدرون تجون الديزاين ميوزيوم وتجون هولاند بارك والكيوتو جاردن وتجونهم كلهم. بحط لكم بعض المعلومات الإضافية تحت في صندوق الوصف، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحطوا له لايك وتسوون سبسكرايب حق القناة عشان توصلكم آخر الفيديوهات. باي.